السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في قناتي، قناة حنا لايف. اليوم غادي ناخذكم في إحدى الأسواق الأسبوعية بمدينة أكادير. غادي ناخذكم للسوق الأربعة أو للسوق الأربع بأنزا، سوق اللي هو معروف أنه كيكون فيه الملابس المستعملة أو الحوايج المستعملة اللي كنقولوا احنا بالدارجه ديالنا البال. فالسوق فيه كما قلت الحوايج الملابس المستعمله، فيه كذلك الاحذيه مستعمله، وفيه الحقائب، فيه المواد الغذائيه، فيه الاواني، فيه بزاف ديال الحاجات. كما قلت السوق ديال الاربع او السوق الاربعاء كيتسمى هكا لانه كيكون فقط كل يوم الاربعاء، وكيكون مفتوح او لا كيكون زعما كيكونوا الناس تمك البيع والشراية، كيكونوا من العشرة تقريبا، العشرة ونص لحداش عفوا، حتى الخمسة بالضبط. الخمسة صافي راه كيكون مسدود باش انكم تمشيو لهاد السوق. الا كنتو موتوريزي راه فاسيل مو غادي تلقاوه، كاين حضر رون بوان. سينو الى ما كنتوش موتوريزي فكتاخدو الطوبيس رقم 8 او الطوبيس رقم 31 من الولاية. انا من هنايا فاش خديت انا الطوبيس، كيف ما يمكن لكم انكم تاخدو تاكسي كبيرة من الباطوار. دونك هادو هما المعلومات الرئيسية بالنسبة للملابس المستعملة. ففيه من 5 دراهم تقريبا حتى ل 20 درهم كدا، و20 درهم هكاك. دونك يكون عندكم الخاطر وزعما الخاطر والوقت باش انه تقلبوا كيما بغيتو. صافي، دونك غادي نخليكم مع الفيديو صوتا وصورة، تكتشفوا الأجواء كيفاش دايرة، وترقبوا في الفيديو المقبل إن شاء الله. غادي نشوفوا كذلك الشاطئ أو البحر ديال أنزا من وراء عدة إصلاحات اللي كانوا فيه في هذه الأواخر. مبقى إلا نقول لكم تهلاو في رزقكم واستمتعوا بالجولة. والله مستعملين، عرفتني راه كيديروا لهم واحد القضيه، كينقيوهم من على برا باش يبانو، راه كيدوزو عليهم هو الاول. شي كامل هو كاين 38 فوق. بحال هاد الشتير بغيت هادوك طالعين. واه تنعس عليا دولي طالعين شويه. هادشي راه ماشي ديال حنان، هذا ديال حسن. ها حنان الغندوري الغندوري. كنت شريت واحد واه لي في يامات فاش كنت في الجمعيه بحال هاد الستيل، دابا هكا شويه طالع وعنده السور ديالو، دوز معايا الحرب الصراحه. شريته في اين زكان بشي 3000 وشي حاجه، ولكن دوز معايا زعما ديال لي روندوني. ما تقوليش دابا التهدية تكون كبيرة عليك، كتحقق فيها زيد. هادي 36. ها؟ 36 كنت عارف صغار. هادا واحدة أخرى صبر ديلا. أعتذر أعتذر أعتذر. غير لي صافينا موسى كادو، كاين صافي كادو.
معك عزيز عرفت داك الشيء حتى نقول لك راه اللصق ذوب الفص راه معك حسن شخصيا انا يا الناس نورمالمون تلقاهم في بلاصه المكياج اه اصلا ما بانش هذيك البلاصه بحال واش كاينين هنايا عزالبيه الله الله الكارانتي اللي تيقضي على سراق الزيت كليا اللي عنده هذا سراق الزيت في داره ولا في محاله على عمل الكارانتي اللي تيقضي على سراق الزيت هذه كما زعما في زيت عندنا في زيت كما زعما في زيت ولا كيفاش بلا ياك سيمانه دابا راه تكون مزيانه ليك كاينه سيمانه غير قلت لها تجي تصاوبت وانا نصاوب البيسي ديالي مزيان هو مول حليل هو مول مليل هذا شنو كيبان لي انه نخرجوا من السوق نمشيو نعتقوا راسنا نديروا واحد الدوره خفيفه المهم الى بالك دوره خفيفه في البحر ما عرفتش غالبا هذيك الطريق هي اللي عندنا راه تما كناش كيدوز الطوبيس لا بغيتي البحر خصنا ندوزو لا لا نعم خسي السلام عليكم عطيني واحد الكاس عافاك كاس كلشي اختي حامص كيجبد كلشي عطيني ليا عطيني ليا اونبورتي ام بوست بغيتي هادي 8 درهم بغيتي نص 12 درهم بغيتي هادي 100 درهم عطيني الكاس هذا اه هي كيكون فيه الحمد وسكن جبيه ضروري ضروري يا ام صافي ضروري غير الحمد
هكا اختي. بسم الله. شكرا.